إلى المراق وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء اللي سوت مشكلة بين العلماء. جاء عند الوجه وأطلقه قال واضح، وجاء عند الوجه وحدد المرفقين قال واضح، وجاء عند الرؤوس ما قال امسحوا رؤوسكم ولا قال بعض رؤوسكم، قال امسحوا برؤوسكم. وتمشكل العلماء والباء هذه حرف الجر ذي المفردة عندهم فيها كما يقول ابن هشام في المغني 14 معنى، الباء لها 14 معنى فتورطوا. هل هي ذي يراد بها التبعيض ولا يراد بها الإلصاق؟ اختلفوا. اللي قالوا التبعيض قالوا يكفل معنى اغسلوا امسحوا بعض وجوهكم، حتى أن أبا حنيفة من القائلين بالتبعيض أدخله في تعريف الوضوء غسل أعضاء مخصوصة ومسح ربوع الرأس مع النية. كذا قال أبو حنيفة في تعريف الوضوء، أدخل هذا المذهب الذي رآه في مسح الرأس في تعريف الوضوء مسح البعض. وبعضهم قال لا، لما الله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يعني يطوفوا لين الميزاب يروحوا؟ هذه باء هذه هنا، يطوفوا لين الميزاب يترخصوا؟ لا، فالباء لا تفيد التبعيض دائما. فأوجب بعض العلماء مسح الرأس كله، وبعضهم قالوا يجزي مسح بعض الرأس للباء التبعيضية. وانت إذا بغت تخلص رأسك البر من ذي المشكلة كلها ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ امسح الرأس كله. صحيح ان التمصورة مرات يعني ما تتضبط غير بعد نص ساعة، لكن يعني ولكل درجات مما عملوا. وانت توضى قبل ما تتمصر، وخلاف عاد تمصر حتى ساعتين ونص ماشي مشكلة، المهم العبادة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فتمسح الرأس كله، وإذا مسحت بعضه أخذت برأي القائلين بمسح البعض فما تمسح من وراء هنا، لأن هذا لا يسمى رأسا. قال ترى ما أن بعض والتمصورة هنا فبمسح منها، لا، لا بد أن يكون من مقدم الرأس، ما يكون من القفا أبدا. ومن مسح قفاه كان كمن لم يمسح، يمسح من مقدم الرأس وأقل ما يكون قدر ثلاث أصابع، هذا أقل ما يقول عندنا هنا، لا ولا بعضهم قال حتى شعرة يطلق عليها رأس، لكن ما نقول بشعرة، وقول الواحد كيف يطلع شعرة يمسحها، لكن هم يعني قالوا ذلك من باب المبالغة، لأنه أقل الشيء يسمى بعض بعض المبالغة. برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجو، ليش قال برؤوسكم؟ ما قالوا رؤوسكم مثل ما قال وجوهكم وقال وأيديكم، ليش ما قال رؤوسكم؟ ليش قال برؤوسكم؟ ها؟ مجرور، أحسنتم. زين وأرجو ليكم، شيء مجرور هنا قبله فيكون جره. الآية إيش قالت؟ وأرجو لكم. باغي نبهنا على شيء مهم، وهو أن ذي الأرجو الذي رتبناها لترتيب الفعل، ولكن هي ملحقة بإيش؟ بالمنصوبات. لو قال وأرجو ليكم بتكون ممسوحة معطوفة على الممسوح الرأس. إنزين طيب، هنا لما جاء اليد كي لا نذهب قال واليدين والمرفقين، ما قال للمرفقين كذا في النظم؟ ها؟ نعم، والمرفقين، ما قال للمرفقين. ليش الشيخ السالم يقول والمرفقين ما قال للمرفقين؟ هو متعمد يقول والمرفقين، ذكي الشيخ السالم. هنا هذه نصبها لطالب العلم الواو ذي والمرفقين، لينبه إلى وجوب غسل المرفقين وإدخالهما في غسل اليد، لأن ربما يتوهم رؤ أن المرفق ذا هو حد لليد فلا يلزم إدخاله فيه، وخلاف موجود عند العلماء،
هل المرفق حد لليد هو غير داخل فيها أم حد داخل في المحدود؟ خلاف، هل حد داخل في جنس المحدود داخل في المحدود ولا لا؟ القول الفصل أن الحد إن كان من جنس المحدود دخل في الخطاب، وإن كان من غير جنسه خرج. يعني لما الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما من جنس النهار، فلا يصوم صائم إلى الليل، ما يدخل الليل في الصيام لأن الليل ليس من جنسه، لكن هنا لا، من جنسه.